سمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات، كذلك الترحيب بضيف هذه الرياضة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر. نرحب بالجميع، نرحب بالمحبين، نرحب بالمتابعين، وعلى بركة الله تعلن انطلاقة أول أشواطنا في هذا المساء، شوط الكأس الغالي لسن الحجايج وتباري أبناء القبائل لنيل شرف هذه الكأس الغالية التي تعلن انطلاقها في أول أيام التحديات في ميدان الوثبة المثير. ننطلق إذن مع الصدارة، مع البداية، مع أول تحديات الإثارة. كيف هنا يكون المسار؟ كيف هي النظرة لانطلاقة هذه التحديات ومسارها المتميز الكبير؟ نبدأ بالبداية، نسير بأول المنطلقات، نتابع جمهرة التي بدأت البداية. عبد الله بن راشد بن عبد الله الاجتبي التي تعلن هذه الانطلاقة الأولى، بينما المركز الثاني منصورة في المركز الثاني، فهد بن محمد بن فهد بن بيشان العجمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت توليع للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري في انطلاقة التواصل. انطلق إلى المركز الرابع مع خلال هذا المسار متعب الانديل باللويهي بن زفنة العفاري. أما المركز الخامس دخول قادم في لحظات التحديات والانطلاق، التماس من خلال هذا المسار التي بدأت هناك غارة، جاسم بن عبد الله بن حمد العطية القادمة هناك ضيفة للتنافس في هذه الانطلاقات. انتقل إلى المركز الخامس، من تحت المركز السادس في هذا المسار وهذه التحديات وهذه الانطلاقة وهذه المسار الأول. الله الله الله، نكمل إذن مسارنا لمعرفة القادمات بقوة بقوة من خلال هذا المسار. هناك أتابع شعار علي بن سلطان بن رشيد من خلال منافسة قوية وإثارة منطلقة هي هملولة، بينما على المركز السابع هناك على المركز السابع محبة سالم بن سهيل بن مسعود بن غصنه العامري. انتقل إلى المركز الثامن، هنا تدخل أفعال راشد بن الصغير بن راشد بن عمان المهيري، بينما على المركز التاسع هناك دخول جمهرة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. والمركز العاشر، المركز العاشر هي منحاف حمد بن سالم بن ثعلوب الدرعي. هذه المراكز الأولى، هنا الكأس الأولى متواجدة في هذا الميدان، ميدان الوثبة. من جاء ليتنافس، من جاء يبحث في رحلات الناموس المتواصلة بكل إثارتها وتحدياتها وانطلاقاتها. الصدارة والصدارة، توليع، ولعت المراكز الأولى، ولعت المنافسة، ولعت التحدي هناك في هذه اللحظات مع سفير الأصالة. هناك الدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري في انطلاقة قوية إلى المسار وإلى الإثارة. المركز الثاني منافسون هذا الشوط المتحدون في هذا الانطلاق، بدأ هنا اسم آخر هي الشاهينية مبارك بن محمد بن نصرة العامري في المركز الثاني. وفي المركز الثالث تدخل أفعال راشد بن صغير بن راشد بن عمان المهيري، لكن ظهر هناك على القمة والبداية ظهرت العنود ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع انطلاق الغربية ولوائها المتميز على المركز الخامس. نعود من خلال اللحظة القادمة التي تحمل برلمان راشد بن سالم بن سعيد المسافري على المركز الخامس. هذه اللحظات الأخيرة، الكيلومتر الأخير، التحدي المثير يا أخوان يا مضمرين، الكأس في الانتظار، الكأس هناك
تنتظر من سينالها، من سيحصل على هذا الشرف الغالي، كأس سيدي صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله في هذه الرياضة العربية الأصيلة ومنافسات الشاهينية. التحدي المثير، لحظات الانطلاق النهائي، الشاهينية تصدرت، أعلنت قمة انطلاقها مع البداية. مبارك محمد بن نصرة العامري على المركز الأول، وهنا على المركز الثاني طارت الإثارة، انطلقت العنود. ناصر محمد بن زايد بن خلفان المنصوري من الغربية وعلى المركز الثالث، نعود مع برلمان الأصالة في هذا الاندفاع. راشد بن سالم سعيد المسافري وجمهرة على المركز الرابع، ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أعود إلى القمة، أعود إلى الشاهينية، السلالة المميزة التي تعلن رشحت من قبل الخبراء بالفعل هي القادمة من النسل الأصيل شاهيني وتحدياته الشاهينية. مبارك بن محمد بن نصرة العامري، سلام عيناوي، سلام يا العين، سلام الكاس عيناوي، الكاس عيناوي، كاس الحجاج عيناوي الشاهيني. مبارك بن محمد بن نصرة العامري في المركز الأول، المركز الثاني العنود ناصر محمد بن خلفان المنصوري، والمركز الثالث هناك هبيبة أحمد بن يمعة بن مطر الخيلي، والمركز الرابع نعود مع برلمان راشد بن سالم سعيد المسافري، المركز الخامس هناك السيد حمد بن محمد الوهيبي اللي هي وسام في المركز الخامس. المراكز الأولى، الإثارة الأولى أعلنت الإثارة تحدياتها وانطلاقها ومسارها، ما شاء الله. نعود إلى بطلة الكأس، من تفوقت في أول انطلاقة، من أعلنت القمة من البداية، أعلنت حرب التنافس مع مواهب هذه الرياضة في انطلاقاتها وتحدياتها. الشاهينية 5 دقائق 54 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لمبارك بن محمد بن نصرة العامري، سلام يا العين، سلام. المركز الثاني ذهبت العنود ناصر محمد بن خلفان المنصوري، 5 دقائق 58 ثانية، جزء واحد من الثانية، إذن تحية للغربية بهذا الأداء. والمركز الثالث ذهبت لهبيبة أيضا أحمد بن يمعة بن مطر بن مايد الخيلي، 5 دقائق 58 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. الكأس تذهب إذن إلى العين دار الزين، عيناوي زعيم بالفعل العين في انطلاقة التحدي والإثارة.